أحمد حمومي، بريزيدون فونداتور هاي كواليتي اسوسيشن. حنايا واحد الجمعيه اللي تاسست في 2016 من قبل واحد الاوتور ديال لا زون فرانش دو طنجي، عده مهندسين واوتور في هذه المنظومه هذه. دونك الهدف ديالنا اليوم جينا من قنيطره، جينا لهنايا للداخله باسكو عندنا واحد لو بلان، يعني عندنا واحد لو بلان دو ديفلوبمون، يعني بغينا ننمي ونكونوا في عده مجالات في المغرب، بزاف ديال الاقاليم، وجده، قنيطره، كازا، جديده، اكادير. واليوم جينا الاقاليم الصحراويه اللي عندنا واحد الفخر واحد الاعتزاز كبير باش اننا نكون هنايا معكم اليوم في لو ان سي جي، اللي هي واحد ليكول اللي ديجا درنا دي فورماسيون في يعني في طنجي. كانت يعني الهدف من هذا اللقاء هذا هو لقاء تواصلي، يعني تنحاولوا اننا عارفين شي حاجه تنحاولوا اننا نوصلوها لخوتنا الاخرين. حنايا واحد المجموعه ديال الناس اللي خدامين في واحد لو دومين اللي هو واحد لو دومين اون اكسبونسيون، يعني في تطور زايد بزاف، هو لو دومين ديال لوطوموبيل، ديال قطاع السيارات، اللي عارفين بانه كاينه عندنا رونو دابا في المغرب، تزادت بياسا بوجو سيتروين، وغادي تزادوا مجالات اخرين. دونك حنايا هنايا جايين باش اننا نشاركوا الاخوان ديالنا يعني لي ستوديون ديال لو ان سي جي هاد المعلومات هادو اللي تنعرفوا على لو دومين ديال لوطوموبيل او ماروك او نيفو كاليتي اي ماناجمنت. دونك وصلنا البارح، داكور، جينا البارح يعني الداخله، وعندنا واحد البرنامج اللي هو نهار كامل، يعني الصباح غنكونوا في لو ان سي جي هنايا، اللي غادي نديروا ليكسيلونس اوبيراسيونيل، يعني التميز العملياتي، واحد سوسون دي ميثود يعني بور شيرشي لا بيرفورمانس ديال لي زوزين. في العشيه غادي نمشيو لو اف بي تي تي، داكور، اللي غادي يكون ان شاء الله حتى هي في واحد القاعه ديال جوبونس القاعه اونوري دو ديال البلديه، اللي حتى هي غادي يكون ان شاء الله واحد ان سونتين دو بيرسون اللي غادي يحضروا هاد التكوين ديالنا، نسميو بهذا المفهوم يعني فورماسيون او لا تكوين، اللي سنبارطاجيو فيه المعلومات ديالنا في هذا لو دومين ديال لوطوموبيل، قطاع السيارات. سيدي الغازي، مدير المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقيه بالداخله، هذا اللقاء التواصلي والتكويني يندرج ضمن الانشطه الموازيه اللي كيقوم بها مجلس الانضباط الذاتي للمتدربات ومتدربين المعهد، في اطار الانفتاح على الفاعلين السوسيو اقتصاديين، وفي اطار تبادل المعارف والمكتسبات مع جمعيه هاي كواليتي التي تنشط على المستوى الوطني، في اطار تطوير الكفاءات، وفي اطار تبادل الخبرات والمكتسبات مع جميع العاملين في قطاع التكوين. ندى براق، متدربه بشهاده البكالوريا المهنيه بمكتب التكوين المهني وانعاش الشغل بالداخله، هذا الاخير الذي نظم ندوه تكوينيه تحت عنوان القياده والتحفيز، بالمشاركه مع جمعيه هاي كواليتي. استفدنا من هذه الاخيره مجموعه من الاشياء بكوننا مقبلون على سوق الشغل في مجال التجاره، بالاضافه الى ذلك استفدنا من مقومات التحفيز وكيفيه تسيير الشركات، بالاضافه الى كيفيه المعامله مع العملاء الغير محفزين. وشكرا، ونقدم مبالغ شكرنا لمكتب التكوين المهني بالداخله على جميع مجهوداته التي يقوم بها في اطار تجهيز خريجي معهد متفوقين. فاطمه الزهراء المذكوري، طالبه بمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقيه اوف بي بي تي، دارسه لجيستيون دي زونتربريز. هذا اللقاء التواصلي الذي تنظمه معهد التكنولوجيا التطبيقية مع شركة هاي كواليتي، بتنسيق مع جمعية هاي كواليتي، في إطار أو بهدف تبادل المعلومات، تبادل الخبرات، وتبادل المعارف والمكتسبات.